هنا من أجل المشاركة في الوقفة اللي دعت لها الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري. هذه الوقفة دايرينها باش نضمنوا مع الشعب السوري على إثر الزلزال يعني المهول اللي أصاب سوريا وأصاب تركيا، واللي مشاو ضحية ليلو العشرات الآلاف ديال الساكنة ديال سوريا وديال تركيا. احنا هنا باش اولا نضمنوا معاهم ونعزيو فيهم ونقولوا للاحباب ديالهم والاصدقاء ديالهم رحنا معكم ورحنا مضمنين، واخا بعاد عليكم ولكن احنا مضمنين معكم. ثانيين احنا هنا اليوم باش ندوا يعني بالموقف ديال الامبريالية الامريكية اللي ماشية في الاتجاه ديال الحصار ديال الشعب ديال سوريا، من بعد ما يعني سبق لها جوعت الشعب السوري، ومن بعد ما سبق لها نهبت الثروات ديالو خاصة في المجال ديال النفط، ومن بعد ما سبق لها شجعت المجموعات الإرهابية لتفكيك يعني الدولة السورية، ها هي اليوم يعني كتمارس يعني الحصار بموجب واحد القانون ديالها بوحدها، يعني ماشي شي قانون دولي ولكن قانون ديال الولايات المتحدة اللي كيتسمى القانون ديال قيصر، واللي كيضرب الحصار على سوريا. طبعا احنا اليوم كندو بهذا الموقف ديال الامبرياليه الامريكيه اللي هو يعني كيحرم الشعب السوري من الدعم يعني الدولي، يعني من الدعم الدولي. احنا هنا كذلك باش نعبروا على السياء ديالنا من الموقف ديال الدوله والحكومه المغربيه مما يجري في سوريا. يعني الدولة المغربية خدت واحد الموقف ديال التفرج، في حين أن الشعب السوري هو شعب شقيق، هو شعب من ضمن الشعوب وخا ما يكونش من الشعوب الشقيقة ولكن شعب يعاني، وبالتالي كانت الدولة المغربية يعني ضروري أولا باش تعزي يعني الشعب السوري في الضحايا ديالو، ثانيا أنها يعني تدعم يعني الشعب السوري بهذه المناسبة ديال هذا المصاب المؤلم اللي صابوه ديال الزلزال ب يعني الضحايا يعني اللي عرفها يعني عرفتها سوريا. إذن هذا هو السبب اللي كيجعلنا ان اليوم متواجدين يعني كشبكه ديمقراطيه مغربيه للتضامن مع الشعوب بمشاركه واحد العدد ديال الفعاليات، واللي شكلنا جميع هذه الحمله الشعبيه المغربيه لدعم الشعب السوري. محمد الغفري منسق الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري. اليوم الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري كتنظم هذه الوقفة التضامنية مع الشعب السوري. الرسائل المهمة اللي بغينا نمروا منها هي أولا أن الشعب السوري كيعيش واحد المحنة استثنائية، 12 سنة ديال الحرب، 12 سنة ديال التقتيل، اعتداءات صهيونية، اعتداءات أمريكية، الحصار اللي مضروب على سوريا يعني غير شرعي، طبعا غير قانوني لانه ما سنتوش الامم المتحده، سنته الولايات المتحده من طرف واحد، ثم ما يعانيه اليوم امام الكارثه ديال الزلزال، بحيث انه كان كاين المكيالين من طرف عدد ديال الانظمه وخاصه العربيه، بحيث انه الاغلب ساعد الشعب التركي اللي كنعتبروا انه يستحق المساعده في هذه النازله، لكن ايضا الشعب السوري يستحق المساعده، وللاسف ما دارش ما يكفي من المساعدات للشعب السوري بحال اللي دارت للشعب التركي. كنأكدوا اولا التعازي ديالنا لا للشعب السوري ولا للشعب التركي، وتنعتبروا انهم بجوج كيستحقوا المساعده، لكن للاسف ان المساعدات مشات بشكل قوي للشعب التركي وما مشاتش للشعب السوري. فالمغاربه ما يمكن الا يتضامنوا، هذه من الخصال ديالهم ومن الشيم ديالهم، ودائما المغاربه كانوا كيتضامنوا مع الشعوب اللي كتعيش محنه، ولكن كنستغربوا ان هاد المره الحكومه ديالنا ما رسلت لا تعازي لا وسائل ديال الدعم والاغاثه كيمولفه كديرها مع جميع شعوب العالم. الحكومه هذه المره المغربيه للاسف ما ترجماتش القيم والاخلاق النبيله وقيم المغاربه، لان المغاربه ينجدون اللي في وضع كارثي واللي المظلوم في اي وقت ومتى كان ذلك ممكنا. اذا الوقفه ديالنا هي جايه في هذا السياق، هي رساله من الشعب المغربي للشعب السوري ديال التضامن، وايضا هو احتجاج وصرخه
في وجه الحصار المضروب على سوريا واللي هو حصار ظالم. اي المهم حنا في الوقفه اللي غادي ننظموها اليوم قدام البرلمان في اطار الحمله الشعبيه المغربيه لدعم سوريا كدوله وكشعب، وهذه جات في واحد الاطار ديال الزلزال هو اللي بين بان كان واحد الحصار امريكي يسمى قيصر على سوريا قديم 2018 2019، ولكن ما بان هذا التاثير ديالو حتى الزلزال مني بدا المساعدات كتجي لتركيا بواحد الشكل من جميع دول العالم، الاتحاد الاوروبي امريكا كانت، ولكن سوريا 8 دول ولا 7 هما اللي دعموها فقط. تبان بان ذاك الناس علاش ما دعمتش سوريا؟ كتخاف من الحصار الامريكي، لان ذاك الحصار جميع الدول اللي كتعامل مع سوريا كدوله كتتعرض للعقوبات سواء على مستوى الابناك سواء على مستوى الشركات سواء. المهم حنا دابا بغينا هاد الوقفه راه كاينه تقريبا في شي 7 ديال العواصم ولا 8 في نفس التوقيت وكان طالبوا باسقاط داك القانون قيصر الامريكي الظالم على سوريا. هذا هو الهدف ديال، لان سوريا راه شعب راه تعرضت لواحد الهجوم في 2011 في اطار ما يسمى بالربيع العربي، لان سوريا كانت مستهدفه كدوله لانها دعمت المقاومه الوطنيه اللبنانيه في 82 من اجتاح الكيان الصهيوني لبنان، دعمت الفصائل الفلسطينيه واحتضنتهم، دعمت العراق من هجمت ميريكان في 2003. هذا هو انتقام، لان امريكان كتنتقم من الدول اللي ما كتخضع لهاش، وحنا في هذا الاطار هذا باغيين نرفعوا الامم المتحده خصها تحمل المسؤوليه ديالها في رفع الحصار قيصر ظالم على سوريا باش تك الشعب السوري العريق، لان سوريا راه دوله راه شعب عريق جدا ما يمكنش يتعاملوا معاه بهذه الطريقه هذه. وحتى الدول المجاوره لبنان والاردن حتى هما كيتاثروا بهذا الحصار. اذا حنا دابا عندنا واحد البرنامج عدينا فيه ملي مشينا للسفاره الامريكيه ورسلنا ديك الرساله لبايدن عن طريق السفير، وغادي ندير خطوات اخرى من اجل رفع الحصار على الشعب السوري. هي مغربية سوريا الأبية، هذا عيب هذا عار، سوريا تحت الحصار، هذا عيب هذا عار، سوريا تحت الحصار.